السلام عليكم اعزائي طلاب الصف السادس ابتدائي بالمحاضرة الثانية الخاصة بالوحدة السادسة قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والاعجاب والمشاركة بداية هذا الدرس راح نحكي عن وحدات القياس طبعا هذا الموضوع موجود بكتاب النشاط صفحة 74 وحدات القياس كفكرة يريد اختصار وحدات القياس هسه خلينا نشوف عندنا وحدات قياس خاصة بمقادير الطعام وعدنا وحدات قياس بالرياضيات وحدات قياس السفر. بالنسبة لوحدات قياس الطعام اللي هي الغرام اختصار مالتها حرف جي. الكيلوغرام الاختصار مالتها كي جي. سبون اللي هو الملعقة اختصارها اس بي. هاي بالنسبة لوحدات قياس الطعام. اما وحدات قياس الرياضيات عندنا المليمتر دبل ام سنتيمتر سي ام. والمتر ام وحدات قياس الرياضيات اما وحدات قياس السفر اللي هي الكيلومتر كي ام هي اختصار مالها زين استاذ هذا الموضوع شلون يجي بالامتحان يجيك بهيك الصيغة باوع يا اما أم يريد من عندك الاختصار او يريد من عندك اصل الكلمه باوع قال لك غرام رمزنا لها بالحرف جي او اختصرناها بالحرف جي الكيلومتر شنو اختصارها؟ انا شو راح تقول له؟ كي ام صح؟ هذه الفكره الاولى، الفكره الثانيه لا شطيك. يقول لك السي ام صارت سنتيمتر واضح ؟ احنا قالوا لك الفكرة يعني يعطيك الاختصار أريد أصل الكلمة الدبل ام يعني شنو وحدة القياس اللي هي مليمتر واضح هذا فكرة هذا الموضوع هسه ننتقل إلى كتاب الطالب صفحة 80 وواحد الفكرة شنو مطيني بوستر عبارة عن تسع صور تخص الطريق تمام فيقول لي أي من هذه الصور تعتبر good road safety طريقة جيدة أو طريقة آمنة للعبور ويا هي من عندهم bad road safety طريقة سيئة او طريقه غير امنه تمام جود والباد الجيده والسيئه هسه نلاحظ الصوره الاولى منتظر اشاره الطريق فهذه تعتبر اشاره جيده الصوره الثانيه لبس الخوذه جيده العبور من خلال اشاره المرور تعتبر جيده لبس حزام الامان تعتبر جيده استخدام الهاتف تعتبر سيئه ايضا وضع حزام الامان جيده الشجار داخل السيارة سيئة الطريق من خلال طريق العبور جيدة النظر إلى الهاتف تعتبر سيئة هسه بنلاحظ الصور الجيدة اللي هي عندنا رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية أما السيئة اللي هي فايف سفين وناين الفكرة هنا أنا شنو يقولي لي اربط لي العبارات اللي عندك هنا أنا. اربطهن ويا الصور خلينا نقرا كل عباره ونترجمها ونشوف ويا اي صوره طبعا انا هذا هذا مو مهم بس هذا راح نحتاجه بالتمرين اللي بعده تمام عندنا التمرين ربط كلش مهم نحتاجه انا بالنسبه لي حتى بالملزمه ما مخليه بس انت لازم اكو كلمات تحتاجها لازم تعرف لازم تعرفها حتى تقدر تحل التمرين اللي بعده هسه العباره الاولى يقول وي كان سي يونج بوي sitting in a car seat نحن نستطيع مشاهدة أو رؤية الولد يجلس في مقعد السيارة his mother أمه is putting on the seat belt أمه تضع له حزام الأمان بأي صورة هنا عندنا طفل يجلس على مقعد السيارة أمه تخلي له حزام الأمان اللي هي صورة رقم أربعة تمام ربطنا هذه العبارة بالصورة اثنين يقول there is a green man هنالك رجل أخضر on a road signal في إشارة الطريق This shows people that they can cross at the zebra crossing هذه الإشارة تظهر لنا بأن الناس يستطيعون المشي من خلال طريق العبور اللي هي أي صورة Good Three تمام بعد العبارة اللي بعدها قل The man is looking at his smartphone الرجل الذي ينظر إلى هاتفه while he is driving بينما هو يقود أي صورة تسعة العبارة اللي بعد يقول there is car waiting for the road signal. هنالك سيارة تنتظر إشارة الطريق. red means stop. يقول الحمراء معناها توقف. and green means you can go. والخضراء معناها اذهب. أي صورة؟ نمبر one أكيد. تمام؟ العبارة اللي بعدها يقول the young boy الولد is crossing the road on the zebra crossing الولد يعبر من خلال طريق العبور وين الصورة اللي بها ولد هذه يعبر من خلال طريق العبور كذا عبارة اللي بعد يقول the man is putting on his seat belt الرجل الذي يضع حزام الأمان رقم ستة أكيد عبارة اللي بعد يقول the boys are fighting in the back of the car الأولاد الذين يتشاجرون في الخلف في السيارة أكيد رقم سبعة الكلمات اللي نحتاجها لازم تعرف معنى كلمة سيت معناها مقعد سيت بيلت حزام الأمان تمام زبرو كروسينج اللي هو طريق العبور زبرو كروسينج طريق العبور رود سيجنال إشارة المرور أريد أن الكلمات تظل بالك للتمرين اللي بعده اللي راح نحتاجه عندنا بكتاب النشاط صفحة ثمانية وسبعين and match the two halves of اقرأ واربط النصفين بالجمل يعني يقول لك عندك عبارتين شو مثل الأي والبي الأي أرقام والبي حروف طبعا ذني الحروف أنا خليتهم ليش لأنهم هم هنا مدوخين الطلاب فما حد يعرف مثلا أكو بهم عبارهم ذني الاثنين هن يعتبرن بجملة واحدة تمام فأنا سويت ذني العبارات على شكل حروف وذني الأرقام بس أنا أريد أربط الأرقام بالحروف number one ضع حزام الأمان شو راح تأخذ من مجموعة B؟ راح تأخذ A اللي هي when you are in a car عندما تكون في السيارة تمام؟ إثنين stop توقف شو بتتوقف جوابي راح يكون F اللي هو before you cross the road توقف قبل عبور الطريق تمام؟ 3) Look انظر ايش راح يكون جوابي؟ H) Left and right before you cross the road انظر يمين ويسار قبل عبور الطريق أربعة Wear ارتدي راح يكون جوابي G اللي هو a helmet when riding a bike هذه الكلمة راح نحتاجها بالدروس السابقة اللي هي معناها خوذة Don't use لا تستخدم راح يكون جوابي C your smartphone on your bike لا تستخدم هاتفك عندما تقود الدراجة أو عندما تكون في الدراجة don't play راح تأخذ لي دي. don't play by road لا تلعب بالطريق لا تلعب بالطريق سبعة be careful كن حذر راح تأخذ لي جواب B on swing and slides من الزحلقات والأرجوحات ثمانية cross the road اعبر الطريق جواب اي اد زبر كروسنج من خلال طريق العبور هذا التمرين يعتبر مهم يعني الوحدة السادسة اكثرية تجي بها تمارين ربط والوحدة الخامسة تمارين اسقاط فاحنا لازم نركز بالتمارين الربط الخاصة بالوحدة السادسة راح يكون عندنا ثلاث تمارين او اربع تمارين ربط فلازم نحفظهم وإذا عندكم الضبط لان يعني هذا يعتبر كلش مهم ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو كتاب النشاط صفحة 79 agree these verb اقرأ هذه الأفعال add a noun to each verb ضع اسم لكل فعل هسه brush your teeth brush your teeth نظف أسنانك الفعل الثاني عندنا slice اللي معناه يقطع يريد من عندي اسم هنا أنا عندي ثلاث اختيارات أي واحدة تخليه صح slice onion نقطع البصل صحيح Slice tomatoes نقطع الطماطم ايضا صح Slice potato نقطع البوتيتا ايضا صح Peel يقشر نقشر onion البصل ونقدر نقشر الأورنج البرتقال Draw يرسم Draw picture يرسم صورة تمام Click on ينقر A website An icon A web page Website موقع إلكتروني أيكون ايقونة ويب بيج اللي هي صفحة الويب سبرايد ينشر ينشر بتر الزبد جريت تشيز او الجبن المبروش اوبن يفتح اوبن ادور اوبن ا ويندو اوبن ا بوك يفتح الباب يفتح الشباك يفتح الكتاب كلوز يغلق كلوز دور كلوز ا ويندو كلوز ا بوك يغلق ايضا الباب الشباك او الكتاب ريد يقرا يقرا ابوك او يقرا الكتاب او صفحه الويب ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هو كتاب الطالب صفحه 82 وهي تعتبر قطعه نصوص الكتاب اللي تجيني السؤال الاول بي مهمه لأن راح تكون عدنا عليها اسئله فلازم نفهمها يلا إن حلو يقول هو has most accident من الذي يتعرض لأكبر عدد من الحوادث children under the age of four years old have the most accident at home يقول يتعرض الأطفال دون السن الرابعة لأكبر عدد من الحوادث في المنزل why do children have accident at home ليش الأطفال يتعرضون للحوادث في المنزل شنو السبب يقول young children do not know about the danger because they have not learned about the world around them يقول لك الاطفال ما يعرفون بالخطر بان هذا الشيء غلط او هذا الشيء خطر عليهم ليش لانهم يتعلمون من العالم من حولهم they see all the children and adults doing things and want to copy them كما يشوفون الاكبر من عندهم يسوون هذه الاشياء فهم شو يسوون يقلدوهم تمام بعد يقول keep electrical devices away from children يقول ابعد أو احتفظ بالأجهزة الكهربائية بعيداً عن الأطفال لا تخلي الأجهزة الكهربائية قريبة أو في متناول الأطفال خلينا نشوف يقول types of accidents أنواع الحوادث falls السقوط falls are the most common causes of accidents at home يقول السقوط من أكثر الحوادث الشائعة في المنزل. Everyone should be careful on the stairs. يقول كل شخص لازم يكون حذر من السلالم. stairs اللي هو تجي بمعنى سلم أو درج. تمام؟ Burns الحروق. Children get burnt because they touch fires or hot things. يقول الأولاد يحترقون لأنهم touch يلمسون fires النار لأنهم يعني يلمسون النار or hot things أو الأشياء الحارة young children must not be left in the kitchen by themselves يقول لازم ما نخلي الأطفال وحدهم بالمطبخ بعد أنواع الحوادث اللي عندنا accidents with knives and glass حوادث الزجاج والسكين Sharp knives must be kept away from young children. السكاكين الحادة يجب أن تبعد عن الأولاد. Glass cups and mugs break very easily and young children can cut themselves. يقول الكؤوس والأكواب والأكواب الزجاجية تنكسر بسهولة ويمكن للأطفال جرح نفسهم. Other danger أخطار أخرى. keep medicines and home cleaning material in safe places يقول احفظ الأدوية ومواد التنظيف مواد تنظيف المنزل في مكان آمن away from children بعيد عن الأطفال they are very dangerous إنها جدا خطيرة أو في غاية الخطورة هذا بالنسبة للقطعة راح ننتقل إلى كتاب الطالب صفحة ثلاثة وثمانين طبعا هذه الأسئلة تجي تبيه صيغة احتمال تجينا كصح وخطأ احتمال تجينا كاختيارات واحتمال تجينا كفراغات فاني لازم أحفظ وأفهم تمام هذه يعني هنا أنا مو بس حفظ حفظ زائد فهم لازم تفهم العبارة كلها حتى من تجيك في الامتحان بأي صيغة راح تقدر تجاوب هسه العبارة الأولى يقول keep knives away ضع السكاكين بعيدا شرح يكون جوابك from young children من الاولاد اثنين keep medicine احفظ الادويه نقدر نقول in safe place جواب الاول في مكان امن او away from young children بعيد عن الاطفال اذا تلاحظ جواب الاولى والثانيه نفس الشيء from young children away from young children بعيد عن الاطفال keep cleaning material احفظ مواد التنظيف أو عام نقدر نقول in safe places في مكان آمن أو away from young children لاحظ نفس الجواب لثلاث أول ثلاث نقاط بعيد عن الأطفال أربعة don't leave young children لا تدع الأولاد إيش قلنا في المطبخ بأنفسهم ما نخليهم وحدهم بالمطبخ be careful كن حذر قلنا مين كن حذرين لازم on the stairs نكون حذر من السلالم أو من الدرج ستة hot things كان الأشياء الحارة ممكنش Can't burn. ممكن شو تسوي كان بيرن ممكن تحرقه تمام keep electrical devices احفظ الأجهزة الكهربائية away from your children هذا تلاحظ الأولى والثانية والثالثة والسابعة نفس الجواب تمام بس لازم تفهم يعني مو تعرفها نفس الجواب وما فاهم ال... ما فاهم شنو المطلوب من عندك لازم تفهم العبارة كلها تمام الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم بالتوفيق